الأحوال الجوية برعاية جام للتأمينات. صباحكم مشاهدينا، أهلا بكم في النشرة الجوية الخاصة بنهار اليوم 19 جويلية 2016، ونستهلها كالعادة بأحوال الطقس المتوقعة والمسجلة لهذه الصبيحة إن شاء الله، بحيث سنشهد أو سنسجل بإذن الله تعالى أجواء حارة ومشمسة على أغلب مناطق الوطن، مع تشكل بعض السحب العابرة التي تكون بدون فعالية على المناطق الساحلية الوسطى وحتى الغربية، مع تطاير للرمال بوسط الصحراء وحتى على أقصى جنوب الجزائري، والنشاط الرعدي يبقى يميز ويهم مرتفعات الهوغار والتاسيدي وحتى على أقصى الجنوب هذا بعد الظهيرة. وعن درجات الحرارة الخاصة والمسجلة لهذه الظهيرة إن شاء الله، سوف نسجل في حدود 33 درجة على وهران، 31 درجة بالمناطق الساحلية الوسطى وحتى الشرقية على الجزائر العاصمة وعنابة، 34 درجة بكل من تبسة وخنشلة، 36 درجة حنسجلوها بالمناطق الداخلية الوسطى وحتى الغربية بالجلفة الأغواط البيض ونعامة، 44 درجة على تندوف، 41 درجة بشمال الصحراء على غردايا منطقة الواحات، 39 درجة حنسجلوها بإليزي وعين أميناس لترتفع وتصل إلى 46 درجة بأدرار وحتى على برج باجي مختار وعين قزام كأعلى مقياس. بالنسبة لدرجات الحرارة الخاصة بهذه الليلة إن شاء الله، سوف نسجل في حدود 19 درجة على الجزائر العاصمة، 18 درجة حنسجلوها بكافة المناطق الساحلية الشرقية وحتى الداخلية الشرقية بتبسة وخنشلة، 21 درجة حنسجلوها بالمناطق الغربية على وهران تليمسن وحتى على البيض ونعامة، 20 درجة بالجلفة، 25 درجة حنسجلوها بإليزي وعين أميناس، 26 درجة على شمال الصحراء، 31 درجة على بشار، 30 درجة بتندوف لتصل إلى 29 درجة بأدرار وحتى على برج باجي مختار وعين قزام. للملاحة والصيد البحري مشاهدينا، البحر سيكون قليل الاضطراب على كافة شواطئ الوطن، من شواطئ بني ساف وهران تيبازا الجزائر العاصمة سكيكدا وصولا إلى شواطئ عنبة والقالة، وهذا تحت تأثير رياح تكون شمالية شرقية سرعتها قد تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة بالسواحل الوسطى وحتى الشرقية، وبين 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة بالسواحل الغربية. نطوي نشاطنا الجوية بمواقيت شروق وغروب الشمس لتهم وتخص الجزائر العاصمة وما جاورها، بحيث شروق الشمس راح يكون بإذن الله تعالى على الساعة 5:43، أما الغروب راح يكون بتمام 8:04. كل هذا والله أعلم. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء. الأحوال الجوية برعاية جام للتأمينات.